بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب صوم التطوع، والمراد به صوم النافلة. وأحكام الصوم ينقسم إلى أربعة أقسام: قسم واجب صومه كصوم شهر رمضان وقضاء رمضان والكفارات والنذور، وقسم يحرم صومه وهو صوم يوم العيدين والتشريق كما سيأتي بإذن الله، وقسم يكره صومه كصوم يوم عرفة للحج، والقسم الرابع ما يسن فيه التطوع، وهو الذي عقد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجله. وقوله باب صوم التطوع أي ذكر الأيام التي يستحب أن يتطوع فيها، وكذلك وذكر في هذا الفصل في هذا الباب أيضا ذكر الأيام المنهي عن صيامها، ثم ختمه بليلة القدر والأيام التي يستحب صيامها، منها ما هو طوال العام يعني أكثر أيام السنة، ومنها ما هو يوم في السنة، ومنها ما هو ثلاثة أيام في الشهر، ومنها ما هو ستة أيام في السنة، ومنها ما هو تسعة أيام في السنة، وسيأتي بإذن الله تفصيل ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحسن الله إليكم شيخنا وغفر لكم ولنا ولوالديكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف عليه رحمة الله في كتابه عمدة الفقه: كتاب الصيام، باب صيام التطوع. باب صيام التطوع، من رحمة الله عز وجل بنا أنه لم يقصر علينا الثواب في الأمور المفروضة، وإنما شرع أمور النافلة لمن أحب أن يتطوع زيادة على ذلك. وأحب الأعمال الله عز وجل هي أداء الفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته إليه. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يؤدي العبد فرائضه، وثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة. فمثلا ركعتا الفجر أعظم ثوابا من نافلة الفجر التي هما ركعتان قبل صلاة الفجر، أي أن الفريضة الفجر أعظم ثوابا من السنة الفجر النافلة، وإن كان كلا العبادتين ركعتان، لأن الفرض أحب إلى الله عز وجل من النافلة. وكذا لو أن رجلا أخرج زكاة ماله 100 ريال وتصدق آخر بنافلة 100 ريال، الذي زكى ب100 ريال أفضل وأحب عند الله من النافلة. وكذلك صيام يوم من شهر رمضان أفضل عند الله من صيام يوم في غيره، لذا يجب على المسلم أن يؤدي ما افترضه الله عز وجل عليه في جميع العبادات كما أمر، لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك. فإذا زاد العبد عن الفرائض هذا من أسباب محبة الله للعبد، يعني الفرائض الله يحبها، ومن يفعل النوافل
يحب الله من فعل هذه النافلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. كل ذلك بسبب إكثاره من النوافل. فمن الأعمال المحببة إلى الله الصيام، وثوابه كما سبق في أول الكتاب أن العمل فيه غير مقتصر على المضاعفة، وإنما كما قال عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي أول الحديث: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يدخل في المضاعفة، وإنما يعطي الله عز وجل عليه في الثواب العطاء الجزيل. وأيضا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأيضا يجد الصائم فرحة في الدنيا عند الفطر، وفرحة مدخرة له عند الله عز وجل يوم القيامة، وبإذن الله حاط للسيئات صوم النافلة. وفيه أي في يوم الصوم دعوة مستجابة للصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة الصائم لا ترد حتى يفطر. فدعوته من حين الإمساك، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فدعوته بإذن الله مستجابة. ولهذا نوع الله عز وجل من العبادات: من أراد أن يتنفل له أن يتنفل من غير الفرائض ممن يحب الصلوات، والصيام من أراد أن يزيد له أن يزيد، وكذلك الزكاة شرح الله عز وجل الصدقة، وكذلك الحج شرع سبحانه وتعالى النوافل، وهكذا كل ذلك تنويعا لما يوافق طبائع البشر، يوافق طبائع البشر. فبعض الناس يحب الصوم نقول له صم، وبعض الناس يحب طلب العلم ويقول يضعفني الصوم عن طلب العلم، نقول أفضل في حقك الصوم طلب العلم. وبعض الناس يقول أن أحب الإكثار من صلوات النوافل في الليل وفي النهار لكن الصوم يتعبني، نقول أكثر من صلاة النوافل، وهكذا. وأيضا الصوم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يجبر ما نقص من الفرائض. فإذا نقص شيء من الصلوات مثلا النوافل تجبر ذلك النقص، وكذلك الصيام. وهذا يدلك على فضل الله عز وجل الواسع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم نوافل. يعني قد يكون الشخص يريد أن يتزود للآخرة، فلو قيل له: ليس لك سوى رمضان، هذا فيه منع عن التزود، لكن لا، فتح له التطوع طوال العام كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، يعني أفضل صفة في الصيام في عدد الأيام هو صيام داود عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال عبد الله، رواه مسلم، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، يعني أفضل عدد أيام الصيام في العام هو صيام يوم وفطر يوم، أما صيام جميع الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، يعني لا يكتب له صيام ثواب من صام جميع الدهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، هذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا غاية في التعبد، وهذا هو الأصل
أن المسلم يكثر من التعبد لله عز وجل ليتقرب منه. فالرسول عليه السلام في القرآن ذكر الله عز وجل كثيرا عن دعوتهم لأقوامهم، وذكر أيضا عباداتهم. فمثلا من عباداتهم: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فلما شغل عن صلاة العصر داود عليه السلام قطع أقدام خيله لإشغاله عن الصلاة لأنه صاحب تعبد. وكذا أخبر الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله في أمره له: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، يعني في بعض الليالي الشاتية التي يطول فيها الليل يتهجد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 6 ساعات، وأحيانا يزيد على ذلك، وأحيانا يسيره ينقص على ذلك. ولو نظرت إلى قيام وتهجد الناس في العشر الأواخر هو زمن تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في طوال أيام العيد، في طوال أيام العام، فدل على أن سلم ذا عبادة كثيرة، حتى من طول القيام وهو يصلي كان الدم يخرج من قدميه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان سلم يقوم حتى تتفطر قدمه، يعني تتشقق ويخرج منها الدم. وزوجته تشفق عليه وتقول له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني انظر هذا العبادة شكر، فما ظنك بالعبادة التي يعملها للتقرب إلى الله عز وجل فهي أكثر. وكذلك كنا النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكثرن من التعبد. في حديث جويرية دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر وهي تذكر الله بالحصى، فلما ارتفع النهار عاد إليها ووجدها ما زالت تجلس تذكر الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه مداد كلماته. فدل على أن التعبد هو الأصل فيهم، يعني في الرسل وفي الصالحين وفي طلبة العلم أيضا. فيجب علينا جميعا ألا نغفل جانب التعبد. بعض الناس يكثر من الدعوة إلى الله عز وجل والمواعظ، لكن تجده في نفسه ضعيفا في عبادته، في قيام الليل لا يقوم إلا يسيرا، تلاوة القرآن لا يقرأ إلا شيئا منه قليلا، وكذلك في ذكره لله المطلق من التسبيح والتحميد تجد ذكره لله فيه قليل، وهذا خلاف ما جاءت به الرسل، كما قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن عبادات الرسل ما ذكر المصنف صيام داود عليه السلام، وأيضا قيامه كان يقوم نصف الليل وينام الثلث، ثم ينام نصف الليل ويقوم الثلث الليل ثم ينام السدس، يعني ثلث الليل يقومه. فلو كان من طلوع الشمس إلى غروبها 12 ساعة، 12 ساعة، معنى ذلك أنه يصلي لله 4 ساعات عليه السلام. فهم ذو تعبد كثير عليهم السلام، والله يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. فعلينا أن نغتنم ساعات الحياة بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن قيام الليل، وكذلك من الصيام لمن لم يضعفه عن طلب العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، وهذا يدل على محبة الرسل عليهم السلام بعضهم لبعض. ومحمد صلى الله عليه وسلم يذكر سنن من قبله من الرسل في الصيام، وسيأتي بإذن الله أيضا ذلك في عاشوراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له صم يوما وأفطر يوما، وإنما
أشار إلى عبادة من إخوانه من الرسل وقال حب الصيام إلى الله صيام داود. نعم أحسن الله إليكم. وأفضل الصيام وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. الآن يذكر لما ذكر صيام العام يعني وقلنا العام تغليبا يعني صيام نصف العام، شرع بعد ذلك في ذكر شهر يكثر من صومه. شهر رمضان يجب على الجميع أن يصومه فرضا، وفي النوافل أفضل الصيام للشهر في غالبه يعني يصوم غالب الشهر هو شهر الله المحرم، كما قال مسلم في حديث عائشة أفضل الصيام عند الله صيام شهر الله المحرم، يعني باعتبار أكثر أيام شهر ماذا يصوم، رجب أم شعبان أم شوال، أفضل شيء صيام شهر الله المحرم. وشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صومه، لكن محرم أفضل وهو شهر شعبان، كما في حديث عائشة كان مسلم يكثر من صيام شعبان لأنه كالمقدمة لاستعدادا لشهر رمضان، فيكثر من صومه لتتهيأ النفس لصوم كامل الشهر. أما الأفضل فهو محرم، ويكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان من صيامه. نعم. قال رحمه الله: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ثم الآن بدأ يذكر الأيام المتوالية الأكثر عددا التي يسن الصوم فيها. قال عشر ذي الحجة، قال عشر باب التغليب، وإلا هي تسع ذي الحجة، لأن صوم يوم العيد وهو العاشر لا يجوز صومه باتفاق العلماء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليهما. وأفضل أيام العام النهار هي أيام عشر ذي الحجة، وأفضل ليالي العام في الليل هي العشر الأواخر من رمضان، وأفضل يوم في السنة هو يوم العيد كما قال مسلم أفضل أيام عند الله يوم النحر، وأفضل ليلة بمفردها في السنة ليلة القدر كما قال سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر، وأفضل يوم في الأسبوع هو يوم الجمعة وهو عيد المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج من الجنة. فأيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام العام، وذهب بعض أهل العلم في قوله وليالي عشر أنها العشر من ذي الحجة. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله أفضل أيام الدهر عشر ذي الحجة وأفضل ليالي العشر الأواخر من رمضان جمعا بين النصوص، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من العمل فيها، وذكر بأن العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله في غير العشر ذي الحجة، إلا إذا خرج رجل بماله ونفسه فذلك المجاهد في غير عشر ذي الحجة أفضل من الذي يقرأ القرآن في عشر أيام ذي الحجة، أي أن طلب العلم مثلا أو الصوم في أيام ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله في غير أيام ذي الحجة، إلا إذا كان رجل خرج بنفسه وماله فذاك فقد فاقه في الفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل
خرج بنفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء، رواه الترمذي. وفي لفظ البخاري إلى رجل خاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فعشر ذي الحجة يسن فيها الصوم بل هو فاضل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه صامها، وإنما ذكر بأن الأيام العشر فيها فاضلة. والقاعدة الأصولية إذا تعارض القول والفعل يقدم القول على الفعل. وأما اليوم العاشر منها وهو يوم العيد فلا يجوز صومه. وكانت هذه الأيام فاضلة لأنها مقدمة لأيام عظيمة، فإذا صام ثمانية أيام ثم حج المسلم، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من يوم عرفة، يعني أكثر يوم في العام يكتب الله النجاة من النار للناس هو في يوم عرفة، فهذه أيام توطئة لهذا اليوم الفاضل. ثم يأتي أفضل أيام العام وهو يوم النحر، يجتمع فيه النحر والرمي والحلقة والتقصير والطواف والسعي، ولا توجد هذه العبادات في يوم واحد إلا في يوم النحر، وما بعده من أيام التشريق كأنها كالقضاء لها، لكن الأصل هو يوم النحر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يعني اليوم الثاني من يوم النحر. وإذا تأملت النوافل التي شرعها الله عز وجل من الأيام أو من الشهور تجد إما قبلها مناسبة دينية أو بعدها مناسبة دينية، فهنا توطئ لمناسبة دينية يوم عرفة والعيد وأيام التشريق. كما سيأتي أيام عشر أيام ست من شوال بعد مناسبة دينية رمضان، نعم، وعرف وصيام يوم عرفة يأتي مناسبة دينية، عاشوراء مناسبة دينية، محرم شهر فاضل أتى بعد مناسبة عظيمة وهي الحج، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، نعم. ومن نعم القاعدة الشرعية كل عمل كل أمر أمر الله عز وجل به فهو يحبه، ثم تتفاوت هذه المحبة، فتزيد المحبة فيه مثل هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. وكل شيء أمر الله عز وجل به سواء كان فريضة أم نافلة فالله عز وجل يحبه. لذا يستشعر المسلم مثلا وهو يصلي أو يطوف أو يستغفر أن الله يحب ذلك الفعل سبحانه وتعالى. وإذا كان يحبه فالمسلم يؤديه وهو فرح مستبشر، يعني مثلا يطوف وهو فرحان بهذه العبادة لأن الله يحبها، أذن يذهب وهو فرحان لأن الله أمره بها. لذلك بقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك لعلى خلق عظيم، حين أداء العبادة قبلها وفي أثنائها تذهب تصلي قيام الليل وأنت فرح، ليس هناك ضيق في أدائها أو تتضجر من التعب ونحو ذلك، وهذا هو غاية الخلق. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن قوله وإنك لعلى خلق عظيم يعني في امتثال أوامره وأيضا في تعامله مع الخلق، يعني ليس مقصورا في قوله وإنك على خلق عظيم في التعامل مع الخلق. مثال ذلك لو عندك ابن تقول أعطني ماء يتأفف ويأتي، هذا ما أداها محب لأمرك، ولو قلت له أعطني ماء يفرح أنك أمرته ويقول لك شكرا أنك أمرتني بهذا الأمر. لذلك تلبية الحاج
لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب أنا لبي نداءك بالحج وأنا أنتظر أمر آخر تأمر به حتى أنفذه. وهذا غاية الذل والاستسلام لله سبحانه وتعالى، وبهذا جاء الدين، ومنه سمي الإسلام استسلاما لله، يعني ذلا له سبحانه وتعالى. وهذا المقصود من العبادة، وهو الذل والخضوع له. وسمي العبد عبدا من التذلل لله، وكلما زاد تذلل العبد لله ارتفع عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكمال العبودية وكمال السعادة في كمال العبودية لله سبحانه وتعالى، فكلما أكثر العبد من التعبد زادت سعادته. نعم، حسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. ثم ذكر بعد ذلك، لما ذكر 9 أيام ذكر الأيام التي أقل، وهي بعد مناسبة أيضا دينية، وهي شهر رمضان، وهي صيام 6 أيام من شوال، أي بعد يوم العيد، لأن يوم العيد كما سبق بالإجماع لا يجوز صومه. للمسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وفي لفظ الحسنة 10 أمثالها، فاليوم 10 أيام. وعندنا شهر رمضان يكون عن 10 أشهر، و6 أيام من شوال عن 60 يوما، أي عن شهرين، فيكون بذلك اكتمل صيام السنة. ذلك قال المسلم: من صام رمضان شهر رمضان عن 10 أشهر ثم أتبعه 6 من شوال يعني شهرين كان كصيام الدهر. ولا يشترط في هذه الأيام التتابع، فلو صاب يوما وترك يوما له ذلك، ولو صام يومين له ذلك، ولو بقي عليه من صيام شوال شيئا من الأيام لم يصمها ودخل عليه شهر ذي القعدة لا يصوم فيه، لأن وقت النافلة قد انتهى، لأن المسلم حدده بشهر شوال. ومن أفطر في شهر رمضان كاملا وقضاه في شوال لا يصوم 6 من شوال في ذي القعدة، انتهى زمن النافلة فيه، والله عز وجل يثيبه على نيته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصيام يوم عاشوراء. نعم. كفارة سنة. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. هذا اليوم أيضا يوم مناسبة، وهذه المناسبة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: يوم نجى الله عز وجل فيها موسى، أي من الغرق، فيوم أغرق الله فيه فرعون ونجى الله فيه موسى. فلأنه نبي وقريب من أمتنا وله فضل متكرر على هذه اليوم على هذه الأمة في اليوم 5 مرات موسى عليه السلام، فنصومه فرحا بأن الله نجى ذلك النبي العظيم من عدوه. وفضله على هذه الأمة أنه راجع نبينا وسلم وأمره أن يراجع ربه أن يخفف عنه الصلاة، فخفف عنه الصلاة من 50 إلى 5 صلوات، كل ذلك بسبب موسى عليه السلام لما راجع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأي نبي يفرح نحن نفرح معه، ونفرح لما نجى الله موسى وأغرق عدوه، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بإنجاء الصالحين وإهلاك الكافرين. فيصام ذلك اليوم قد كان في الجاهلية
يصومونه أيضا مع اليهود. وكانت قريش تبحث عن دين تتبعه، كانت ملة إبراهيم في مكة ثم بدأت تندثر، فإذا فعل أهل الكتاب شيئا بدأ قريش يتابعونه. لذلك في صحيح البخاري في أول مبعث النبي، أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفرح إذا نزل عليه شيء يوافق أهل الكتاب، لئلا يقول أتيت بشيء لم تأتي به الأديان قبلك، مثل كان يفرق وهم لا يفرقون وفي اتجاه القبلة ثم حولت، لما أمر بيت المقدس فرح، ولما حولت بعد أن تقوى الدين فرح، وهكذا. فكانت قريش تصوم هذا اليوم، وفي أول الإسلام قبل فرض شهر رمضان كان يوم عاشوراء فرضا صيامه عليهم، ثم نسخ من الفرض وجعل سنة كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما. وهذا اليوم من صامه أخبر المسلم قال بأنه يكفر السنة الماضية، ويسمى يوما موسويا، يعني نسبة لموسى عليه السلام. يكفر السنة الماضية يعني يكفر سيئات عام كامل ماض، والمراد بذلك السيئات صغار السيئات، لأن كبائر الذنوب الله يقول عنها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبيرة تغفر بالتوبة، وأما الصغائر فلها مكفرات عديدة، مثل هذا اليوم ومثل الوضوء، مثل العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله: وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، لأنه المراد بصيام عرفة أي لغير الحج، لأن الحاج السنة له أن يفطر. فأتى رجلان كما في صحيح البخاري إلى أم الفضل بنت الحارث فسألها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما، يعني في يوم عرفة، فأرسلت إليه قدح فيه لبن يعني حليب. وكل لفظ في الشرع في القرآن والسنة لبن المراد به الحليب، يخرم بطونها شراب مختلفا فيه شفاء للناس، ومن ألبانها المراد الحليب. فالمهم أرسلت إليه لبن من قدح وهو راكب على بعيره يوم عرفة، فشرب منه صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان مفطرا. ويكره للحاج أن يصوم ذلك اليوم لأنه يضعفه عن العبادة، وأيضا لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. أما غير الحاج فإنه يسن له صوم ذلك اليوم، وأخبر مسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني يكفر سنتين. وتأمل في مثل هذه الفضائل، كرم الله سبحانه وتعالى لعباده، يوم واحد يكفر سنتين، وهذا يسمى يوم محمدي، يعني الأول يكفر سنة موسى عليه السلام، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عرفة ويكفر سنتين، وأمة محمد عليه السلام أكمل من أمة موسى، وأمة موسى في العدد من الأمم تأتي بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث: إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. فارتباط قوي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام. لذلك في حديث الإسراء لما رفع الله عز وجل موسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن مر على موسى، رفع صوته أي موسى
على ربه وقال فضلته علي، لأن موسى عليه السلام يرى أنه خير الرسل، لن يفضل عليه أحد. وأودي موسى شيئا كثيرا وأحبه الله عز وجل حبا كثيرا، كما قال سبحانه وكان عند الله وجيها، يعني له مكانة كبيرة. فقد أودي فيه يعني في الله عز وجل كثيرا، لأن دعوته كانت لفريقين، كانت لفرعون وكانت لقوم موسى. لذلك تجد في القرآن أحيانا قصة موسى مع قومه وأحيانا موسى مع فرعون. قال ابن كثير رحمه الله وسبب إكثار موسى عليه السلام في القرآن قال لأنه أعظم داعية في زمنه قابل أعظم طاغية في زمنه. وأكثر الرسل ذكروا في القرآن في قصصهم هو موسى عليه السلام، وما بيننا وبينه سوى عيسى عليه السلام. وكثيرا ما يذكر القرآن التوراة ويحذر من عمل اليهود في الأمور التي خالفوا فيها الله عز وجل لقربهم منا، ولتأثر كفار قريش بهم، فكانوا يبحثون عنهم في أي أمر. فلذلك يستحب صيام هذا اليوم الفاضل الذي هو أفضل من يوم عاشوراء، وهو صيام يوم عرفة. والحمد لله سبحانه وتعالى على كرمه العظيم، وسيأتيك الكرم بإذن الله الذي لا يخطر في بالك في قوله سبحانه وتعالى فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. هذا هو الكرم العظيم، يخفي عنك شيئا كثيرا. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين مشروعية المفاجأة بالأمور المحبوبة للنفس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. أي نعم، مثل ما سبق لكم. فالحجاج الأفضل لهم الفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستحب صيام أيام، استحب صيام أيام، صيام أيام البيض. نعم. والاثنين والخميس. أحسن الله صيام يعني. أيام البيض مراد المصنف رحمه الله بأيام البيض التي يستحب أن تصام هي 13 و14 و15 من كل شهر، لحديث أبي ذر المسلم قال له صم 3 أيام من كل شهر، صم 13 و14 و15، رواه أحمد. ولكن الحديث ضعيف في تخصيص 13 و14 و15، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحث على صيام 3 أيام من كل شهر من غير تحديد، ثبت من قوله في حثه وثبت من فعله. فمن قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال عبد الله بن عمرو بن العاص صم 3 أيام من كل شهر الحسنة بعشر أمثالها فذلك صيام الدهر. 3 أيام الحسنة بعشر أمثالها كل يوم عن 10 أيام، 3 أيام كل شهر يعني 30 يوما يعني شهرا. وفي كل سنة وفي كل شهر تصوم شهر شهر هي تمام السنة بالفضل. وفي الصحيح حديث عائشة سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان يسلم يصوم 3 أيام كل شهر؟ قالت نعم. قيل لها في من أي الأيام كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أي يوم من الشهر يصوم، يعني غير تحديد. في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أصلي قبل أن أوتر، أن أوتر قبل أن أنام، لأن أبو هريرة رضي الله عنه كان نومه ثقيلا، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام.
وأن يصلي ركعتي الضحى وأن يصوم 3 أيام من كل شهر. فمن غير تحديد يصوم 3 أيام من كل شهر، وهذا أرفق بالمسلم سواء أول الشهر أو آخر الشهر أو في أوسطه. لكن لو أن الشخص يريد أن يصوم مثلا هذه 3 أيام من غير اعتقاد أن الفضل فيها وارد، قل له ذلك. لو أراد اختيار نصف الشهر 13، 14، 15 نقول صم، لكن ليس فيها تحديدها فضل. نعم. قال رحمه الله: ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. أي نعم، صيام يوم الاثنين والخميس. أولا يوم الاثنين الحديث فيه صحيح مسلم، المسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. يعني يوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وولد في ربيع الأول، لكن باتفاق العلماء جميعا لا يعرف متى ولد، هل في 12 أو في 9 من ربيع الأول أو في 10 أو في غيره، لا يعلمون باتفاق ما هو اليوم المحدد، فهم مختلفون فيه ومجمعون على أنه ليس بالتحديد في اليوم 12 من ربيع الأول. وبالاتفاق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن يحتفل بيومه ولادته نقول هو يوم وفاته، هو شهر وفاته، فكيف تحتفل كأنك تحتفل بأنه مات؟ لذلك لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم ولادته ولا صحابته رضي الله عنهم. فيوم الاثنين من تعظيم الله عز وجل لنا فيه أن القرآن أنزل وولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنار قلوبنا وقلوب الناس، فمن شكر الله على ذلك يصام يوم الاثنين. ويوم الخميس النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسند وفي السنن إن أعمال العباد تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فأنا أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم، يعني في يوم الخميس أيضا مع يوم الاثنين. فهذا مما يسن صومه في الأسبوع اثنين وخميس. نعم. والمتطوع. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: والصائم المتطوع أمير نفسه. كمل. إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم، يعني من شرع في الصوم هو أمير نفسه، يعني هو حسب إرادته، إن شاء أكمل الصوم ولا شيء عليه، وإن شاء أفطر ولا شيء عليه، لأنه نافلة. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم من طعام؟ قال: قلت نعم، عندنا حيس، الحيس تمر مع السمن والأقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أصبحت صائما، فأكل، يعني كان صائم أول النهار ثم أكل على الحيس. وهكذا كل تطوع للمسلم ألا يكمله، مثل لو شرع في الوضوء ثم توقف ما يريد أن يتوضأ له ذلك. ومثل أيضا لو شخص أراد أن يتصدق نافلة ثم عدل عن ذلك له ذلك، لا يأثم وليس في ذلك كفارة، لكن الأفضل العزم على فعل الطاعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. نعم، يعني لو صام شخص للظهر ثم أفطر مثل يوم الاثنين ليس عليه شيء. وقوله رحمه الله والصائم المتطوع، أن الصائم في الفرض سواء في رمضان أو في غير رمضان من القضاء أو الكفارات أو النذور
يحرم عليه أن يفطر إلا لعذر مثل مشقة شديدة ونحو ذلك، أو عذر شرعي كالسفر ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة. نعم. سائر التطوع مثل الوضوء والصدقة. قال: إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. نعم، يعني صوم النافلة للمسلم أن يقطعه، أما الحج والعمرة وإن كان نافلة لا يجوز له أن يقطع الحج أو العمرة، لقوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة إن شرعت فيها فأتمها. ولا يجوز أن يقطعها، ولو قطعها يجب عليه أن يقضي في العام القابل. قال سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا أنت مريض تذبح شاة وتتحلل، ويلزمك أن تقضي الحج أو العمرة في العام القادم. والحكمة في ذلك لأن الحج والعمرة الغالب على الناس الكلفة الشديدة في المال، فلو أذن لهم بقطع الحج أو العمرة إذا وصلوا إلى مكة سوف يتكلفون نفقات أخرى في العام القادم وبعده. فإذا قيل له يجب أن تتم الحج أو العمرة حتى لو أنت مرهق، انتظر قليلا ثم أتم الحج والعمرة وتمها، وإلا يتساهل الناس في أداء الحج والعمرة لأنها فيها مشقة بدنية شديدة. فلو قيل لهم لكم أن تفسدوا ذلك لأفسدوا كثيرا منها ولم يتموها. نعم. وهناك أيام لم يذكرها المصنف رحمه الله التي ينهى عنها، مثل يومي العيدين، ففي حديث البخاري وفي حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن مسلم نهى عن صوم يومي العيدين وتحريم صومهما بالاتفاق. ومما ينهى عنها أيضا صوم أيام التشريق، والمراد بأيام التشريق اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، يعني ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد لا يجوز صومهما، لحديث عائشة وابن عمر أن مسلم في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، والذي لم يجد هدي ما ذكره سبحانه في كتابه: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يعني من لم يستطع أن يصوم 3 أيام التي في الحج الهدي له أن يصومها في اليوم 11 و12 و13، رخص له حتى يعود إلى أهله وقد صام هذه الأيام 3. ومما ينهى عن الصوم فيه أيضا صوم يوم الجمعة، لأنه يوم عيد، وكان المسلم ينهى عن الصيام فيه، نهى المسلم عن صيام يوم الجمعة. وأما يوم السبت فالراجح فيه أنه يجوز صومه، لأن المسلم كان يصومه ويقول: نصومه مخالفة لأهل الكتاب له، لأنه عنده يوم عيد ونحن نصومه يوم عبادة عندنا. وما حديث النهي عن صوم يوم السبت فقال الشيخ الإسلام رحمه الله: إما إنه منسوخ أو شاذ. ويوم الجمعة إذا وافق صومه صوم رجل يصوم دائما فوافق صومه يوم الجمعة لا ينهى عن ذلك، وكذلك لو وقعت مناسبة فيه مثل يوم عرفة يجوز صومه وحده. وأما لو أن شخصا يريد أن يتنفل يوم الجمعة بخصوصه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته: إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده.
وفي الحديث الآخر إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم، مثل أن الشخص يصوم يوم ويفطر يوما فوافق الفطر يوم الخميس فله أن يصوم يوم الجمعة، يوم عرفة كذلك لا بأس، يوم عاشوراء لو وافق الجمعة لا بأس، والسنة أنه يصوم قبل يوم عاشوراء يوما مخالفة لأهل الكتاب، كما قال مسلم صحيح مسلم حديث أبي قتادة لأن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع، مخالفة لليهود في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصائمين القانتين العابدين المخلصين الصادقين مع الله سبحانه وتعالى ومع خلقه، وأن يرزقنا وإياكم جنات النعيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.